السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله. بارك الله فيك سيدي. وفيك يا رب. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. هذا الحديث. الحديث ثابت صحيح. يعني الذين يقفون خلفي هم أهل العقل وأهل الفهم وأهل الفقه. نعم نعم. بارك الله فيك. ما فيكم.